بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يعطيكم الصحة والعافية. نتحدث اليوم إن شاء الله في هذا المقطع عن طريقة عمل واجب في منصة مايكروسوفت تيمز. بعد الدخول على صفحة الفصل الرئيسية وليكن على سبيل المثال English Club، بنلاحظ وجود تبويب بعنوان الواجبات في أعلى الصفحة. نقوم بالضغط على هذا التبويب وتفتح لنا صفحة إعداد الواجب. نضغط على كلمة بدء الاستخدام ومن ثم على أيقونة إنشاء. بنلاحظ وجود خيارين أمامنا، الواجب واختبار. الأسهل والذي يحتوي على تصحيح آلي هو الاختبار. سواء كنت حاب تعمل واجب أو اختبار، أنا أفضل الاختيار الاختبار لإمكانية التصحيح الآلي من هذه الأيقونة. بعد الضغط على كلمة الاختبار بيفتح عيالنا إعداد النماذج، وهذه النماذج هي مشابهة تقريبا لنماذج جوجل المعروفة. إذا كانت عندي نماذج معدة مسبقا راح نلاحظ وجودها في هذا المكان، ولو ما كان عندي نماذج معدة مسبقا بإمكاننا إنشاء نموذج جديد، نموذج الاختبار أو نموذج الواجب جديد بالضغط على أيقونة اختبار جديد. راح ينقلنا البرنامج المتصفح الإنترنت عساس ننتقل إلى نماذج الاختبار أو الواجبات، اللي هو عبارة عن نماذج زي ما قلنا مشابهة لنماذج جوجل. هذه الصفحة هي عبارة عن صفحة إعداد الاختبار. نقوم بكتابة عنوان الاختبار على سبيل المثال يونت 1 أو عنوان الواجب اسم الدرس على سبيل المثال، ولإضافة السؤال نضغط على أيقونة إضافة جديد. راح نلاحظ وجود 4 أنواع من الأسئلة، فنختار نوعية السؤال من اختيار متعدد أو نص أو تقييم أو إجابة تكون فيها تاريخ. فلو اخترنا على سبيل المثال اختيار متعدد، نقوم بكتابة السؤال والاختيارات على هذا السؤال، ونتمكن من إضافة اختيار جديد بالضغط على أيقونة إضافة. نقوم بتحديد الإجابة الصحيحة بالضغط على علامة الصح الموجودة بجانب الاختيار. بالإمكان كتابة ملاحظة لمن يختار إجابة معينة، فعلى سبيل المثال كتابة أحسنت أو حاول مرة أخرى من خلال الضغط على هذه الأيقونة وكتابة ملاحظة المرغوبة. أتمكن من حذف أحد الخيارات بالضغط على علامة حذف. نقوم بإضافة درجة للسؤال، وإذا كان السؤال يحتمل أكثر من إجابة نضغط على أيقونة إجابات متعددة، ومن ثم نختار الإجابات الصحيحة بالضغط على علامة الصح الموجودة أمام كل اختيار صحيح. ونتمكن من جعل هذا السؤال سؤال إجباري أي مطلوب، يعني لا يمكن الطالب أن يرسل هذا الاختبار إلا بعد حل هذا السؤال. ولإضافة سؤال جديد نضغط على هذه الأيقونة ونختار على سبيل المثال هذه المرة نص. نقوم بكتابة السؤال، وإذا أردنا كتابة إجابة نموذجية نضغط على أيقونة إضافة إجابة، مع ملاحظة أن التصحيح الآلي بيعتبر أي إجابة ما تتطابق مع هذه الإجابة النموذجية إجابة خاطئة، وبالإمكان ترك الإجابة النموذجية فارغة. نقدر نخلي الإجابة إجابة طويلة بالضغط على هذه الأيقونة، ومع الإجابة الطويلة لا يمكن كتابة إجابة نموذجية. نكتب درجة السؤال، وبعد ذلك بالإمكان إضافة أسئلة أخرى بنفس الطريقة. بعد الانتهاء من إعداد الاختبار بالإمكان إغلاق المتصفح والتوجه مباشرة مرة أخرى إلى مايكروسوفت تيمز، ونعود مرة أخرى إلى تبويب الواجبات ثم بدء الخدمة ثم إنشاء اختبار. وملاحظ وجود الاختبار اللي أديناه قبل قليل من ضمن الاختيارات، فنقوم بالضغط عليه ونضغط على التالي. هذه الصفحة هي صفحة إعداد الاختبار أو الواجب. نقوم بتعبئة البيانات ونلاحظ إمكانية توجيه هذا الواجب أو الاختبار لطلاب معينين أو لجميع الطلاب في هذا الفصل. وسيظهر الواجب كإشعار في صفحة الفصل الرئيسية، وستصل للطلاب في حساباتهم إشعار بالواجب أيضا. فنلاحظ هذه صفحة المنشورات الرئيسية للفصل، بنلاحظ وجود إشعار بوجود هذا الواجب. ولو انتقلنا لجوال أحد الطلاب بنلاقي وجود إشعار في ضمن الإشعارات بوجود هذا الواجب، وأيضا موجودة في منشورات الصف، ويتمكن الطالب من الضغط على الواجب وبدء الحل. بعد الإجابة على الأسئلة من الطالب بتظهر نتيجة الأسئلة الاختيارية مباشرة، وبيظهر صحة إجابته والدرجة على هذا السؤال. طريقة الاطلاع على الواجب من قبل المعلم وتصحيح الأسئلة المقالية: الدخول لصفحة الفصل الرئيسية، الذهاب لتبويب الدرجات. سنلاحظ وجود أسماء الطلاب وحالة الواجب أمام كل طالب. للدخول لإجابة الطالب نضغط على النقاط الثلاث ومن ثم فتح عمل الطالب. سنلاحظ وجود الأسئلة التي تم حلها من قبل الطالب. نقوم بتقييم الأسئلة المقالية وإعطائها الدرجة المناسبة. وفي حال وجود ملاحظات على الواجب أو الإجابات بالإمكان كتابتها في هذه الأيقونة وإرجاع الواجب مرة أخرى للطالب لتعديل ملاحظات، وبعدها يقوم الطالب بإرجاع الواجب أيضا مرة أخرى للمعلم بعد تعديله لهذه الملاحظات. وعند اعتماد الواجب من المعلم وعدم وجود أي ملاحظة
يتمكن من نشر درجات للطلاب من خلال الضغط على النقاط الثلاث واختيار نشر الإجابات والضغط على النشر مرة أخرى، وسيصل للطالب إشعار بنشر درجاته ويمكنه الاطلاع على الواجب وعلى ملاحظة معلم وعلى درجته في هذا الواجب أو الاختبار. يعطيكم الصحة والعافية، هذه نظرة سريعة على الواجب وكيفية إدارته في مايكروسوفت تيمز. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وعاما دراسيا موفقا.